أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: أنا امرأة صالحة ولي ولد له من العمر 20 سنة. نعم. ولها ولد له من العمر 20 سنة. نعم. وهو يستعمل دواء لمرض ألم به لمدة 10 سنوات، فأقنعته بأن الدواء لم يفيده وأنه مسحور كما قال بعض المشايخ، فرفض ترك الدواء، ولكنني أقنعته بتركه وأنه لا يفيده فتركه، ثم مات بعد مدة يسيرة. هل يلحقني إثم؟ وماذا علي لأني خائفة من الإثم؟ أخطأت في هذا التصرف، منعتيه من الدواء، والدواء بأمر طبيب، والأطباء هم المرجع في مسألة علاج المرضى، هم المرجع في مسألة علاج المرضى، وهم أعرف بالأدوية المناسبة. فأنت أخطأت في منعه من الدواء. فإذا كان موته بسبب ترك الدواء فإنه عليك الكفارة، لأنك تسببت في موته، فيكون عليك كفارة، وهي صيام شهرين متتابعين. الأول العتق، لكن العتق غير موجود، فتصومين شهرين متتابعين 60 يوما، والله يعينك. نعم. أما إذا كان موته بغير ترك الدواء فليس عليك شيء، لكن إذا كان موته بسبب تركه للدواء فأنت المتسببة، يكون عليك كفارة.